ازيكم عاملين ايه؟ مساء الخير الاول. انا كان نفسي ابقى الصبح بس ما اسعفنيش الوقت. مرتين قبل كده نظمت تيدكس بس اول مره احس ان الوقفه كسبيكر مختلفه تماما. انا اسمي اسراء يوسري، عندي 25 سنه وحاليا مساعد باحث ومعيده في جامعه هليوبلس. قبلها كنت مساعد باحث في 57، قبلها كنت معيده في جامعه النهضه بني سويف في طب اسنان، قبلها كنت مساعد باحث في مدينه زويل. الفكره بقى في ان انا مش هكمل السي في، لان انا مش بحب اتكلم عن السي في بتاعي خالص، لان انا شايفه ان انا لسه ما وصلتش اي حاجه. انا مبسوطه جدا جدا بكل الساينس شو اللي حصل ده. والفكره بقى كلها ان اتس اول اباوت ساينس. انا ما كنتش لاقيه بدايه ابدا بيها، بس فعلا اداني بدايه حلوه جدا جدا. ليه اتس اول اباوت ساينس؟ حابه الاول ان انا اقسم التوب بتاعتي لثلاث حاجات. اول حاجه انا هرجع للقصص الملهمه بقى تاني، او الله اعلم هي ملهمه ولا لا، بس انا حابه ان انا احكيها لان انا بحب المنوفيه جدا جدا ومبسوطه جدا ان اول ايفنت تيدكس طلعوا في حياتي كسبيكر مش كمنظم ولا كمتطوع، هو ده مع المنوفيه. انا جيت 30 مره قبل كده، واول مره حكيت فيها قصتي كنت في ثانويه عامه هنا في مسرح جامعه كليه حقوق. فايه بقى اللي هنبدا بيه؟ هي القصه، وبعد كده هنروح مع بعض في رحله تاني للساينس، بس الساينس هو ادفانسد شويه. واخر حاجه وانا مش قادره اتخلى عن كوني معيده ابدا، فلازم اقسم الموضوع. واخر حاجه احنا هنتكلم فيها عن ازاي ان احنا نكمل في حياتنا، بس مش بطريقه التنميه البشريه خالص لان انا ضدها، بس بطريقه التنميه الانسانيه. اول حاجه نبدا بيها هي فكره بنت كان عندها 16 سنه، وبعد كده انتوا عارفين حلم الثانويه العامه طبعا، وصولك مجدي يعقوب واحمد زويل. باي ذا واي ماي جاد فاذر هو احمد زويل طبعا الله يرحمه، وكنا من اوائل الناس المنوفيه هنا. اسست في اصدقاء مدينه زويل واصدقاء مدينه زويل منوف تحديدا يعني. فكنت معلقه زي اي حد في ثانويه عامه على الباب بتاع اوضتي صوره احمد زويل وصوره الدكتور مجدي يعقوب و و و الى اخره. وطبعا بقى حلم الشارع وحلم البيت والاسره ان يعني انت لازم تجيب 100%، بلاش 100%، ممكن ينزلوا شويه فانت ممكن تجيب 98، ممكن تجيب 97، المهم ان انت لازم تدخل طب. يعني تدخل طب لقب الدكتور الرهيب ده، وانا اسفه الناس اللي فوق مش عارفه اي كونتاكت معاكم لان الضوء طايف فيا جدا، بس هحاول اشوفكم اكتر. فالفكره كلها ان انا دخلت ثانويه عامه كنت دحيحه جدا جدا، كنت بحب قوي قوي ان انا اروح درس الاحياء، لدرجه ان مدرسه الاحياء بتاعتي كانت بتخليني انا ارسم الرسومات على السبوره لحد ما تيجي هي من القاهره. انا من بني سويف باي ذا واي. الفكره كلها بقى في ان انا دحيح جدا ودخلت وحليت، وكنا دفعه الثوره اللي قامت فيها ثوره يناير. وبعد ما طلعت النتيجه بجيب درجتي بقى، وكنت سهرانه لحد الساعه 2 بالليل ايام السايبر دي اللي احنا خلاص هنتخطاها النهارده في البرزنتيشن جدا. مستنيه نتيجتي لحد الساعه 2 بالليل، نتيجتي ما بتطلعش، عماله اجيب اجيب اجيب، واخويا واقف في الشارع كله واقف مستني من ايام الفضايح القديمه دي. المهم جه بعدها ببص لقيت ان انا جايبه فول مارك في الاربع مواد، كان بيبقى عندنا عربي وانجلش وفرنش ورياضه واحد، والاحياء اللي انا كنت مختارها في ثانيه عشان عارفه ان انا ساينس بحت، فيعني مختاره احياء في ثانيه انت خلاص يا علوم يا طب يا الحاجات دي، مفيش رياضه اثنين خالص. لقيت نفسي جايبه فيها 30 من 50. فانا عماله ابص كده، يعني جالي دي اول مره اتعرض تقريبا للهارت اتاك في الحياه يعني، وعشت بعدها. فالفكره كلها في ان انا قعدت ابص كده، يعني اكيد في حاجه غلط. اصحابي قعدوا يجيبوا النتيجه، اعمامي يجيبوا النتيجه، الناس كلها تجيب النتيجه نفس النتيجه بالظبط، لدرجه ان كله قال ان اكيد في حاجه غلط، فيعني اتصل بالكنترول في القاهره اكد النتيجه برضه. جه بعدها انا في نفس اليوم ده الصبح اغمى عليا، ويعني فضلت بقى قاعده فاقده النطق لمده شهر. كنت اول حد اقدم في التظلمات دي، كانت في مدرسه الثانويه الثانويه في القاهره، ورحت وشفت فعلا ورقتي باول ما صوروا لي ورقتي يعني كانت قدامي كده. وفضلت الفتره اللي قبلها دي كلها ما بقابلش حد وما بتكلمش وما فيش اي حاجه خالص، لقيت ان اخر سؤالين عندي مش متصححين، يعني انا واخده ثلاث عشرات في اول ثلاث اسئله، وانا كنت بحل دايما ست اسئله، هو ساب لي اخر ثلاث اسئله بقى، لانه لقى ورقه بيضاء في النص كده، فانت خلاص خلصت يعني اجابه وما فيش اجابه ثانيه. فمديني صفرين في اخر سؤالين، هم دول ال 20 درجه اللي كانوا ب 10% اللي فرق ما بين ان انا اجيب من 99 ل 89. بس فالفكره كلها ان انا كملت وفرحت فرحه تنين بقى وكده، وقلت خلاص الموضوع منتهي وهاخد درجاتي وهدخل الكليه اللي انا عايزاها واحقق حلم اهلي اللي هو طلع مش حلمي خالص باي ذا واي. بس الفكره كلها في ان طلع تظلم ما خدش اي حاجه، عملت قضيه ما خدش اي حاجه. كان برنامج منى الشاذلي وقتها ما كانش اسمه معكم، كان اسمه العشاء مساء. برافو، انا مبسوطه قوي الصف الاول.
كان اسمه العاشرة مساء وطلع فيه اسمي وان انا تظلمت واتكلمت في التليفون وكنت منهارة في العياط ما خدش اي حاجة. ثم قعدت اول سنة ما حكيتش اي دروس مع اصحابي، ما عملتش اي حاجة، فضلت قاعدة في حياتي كلها في البيت كده ساكتة ما بتكلمش قافلة على نفسي اوضتي ما بطلعش. على عكس بقى البنت اللي كانت قبل كده دي، يعني انا بدأ كان في ولد هنا من الاورجنايزرز انا مبسوطة بيه جدا جدا وهو صغير وفرحانة بيه قوي لان هو بيدي. انا بدأت اول يعني سفرية في حياتي كان عندي 9 سنين، اول سفرية جت في حياتي كسكولرشيب كانت لفرنسا وكانت تبع مدرستي، واول مشروع عملته في حياتي كلها كان عندي 8 سنين كان مشروع تبع الريسايكلينج والحاجات دي، ما كنتش حتى اعرف يعني ايه ريسايكلينج بالانجلش، فاحنا بنقول عليها اعاده تدوير باللغه العربيه كده. فضلت بقى اللي هو البنت اللي بقالها 9 سنين شغاله لحد ما بقى عندها 16 سنه ودخلت، كانت اول دروب بقى فيه في حياتي او اول مشكله في حياتي قابلتها اصلا. لحد ما وصلت بقى ان انا قلت خلاص لازم اقوم بقى، وكان خلاص بقى يعني 3 شهور على الامتحانات، كلنا عارفين الديد لاين ده بتاع ثانويه عامه، وان انا اي حد بتاع ثانويه عامه بيجي يكلمني بقعد اقول له يعني لو ما ذاكرتش طول السنه وباقي شهر ممكن تطلع في التسعينات في الشهر ده، فاللي انا عملتها وهنكمل ليه؟ المهم ما كنتش حجزت ولا درس ما اعرفش اي حاجه، وعندي سنه ثالثه فيزياء وكيمياء مواد تقيله جدا بقى وانجلش برضه، وعندي مادتين تانية وعربي وحاجه خمسه وعلم نفس عشان كان لازم كعلمي نختار ماده من ادبي. المهم جيت بعدها ما اعرفش اي حاجه عن اي حاجه، جالي المدرسين كلهم في البيت وقعدوا يشرحوا لي المنهج كله تاني كانهم يشرحوا الناس، يعني ما خدوش اي حاجه، وقلت بقى انا هتحدى نفسي والموضوع منتهي وان انا هدخل يعني. المهم جه بعدها والدتي تعبت قبل الامتحانات باسبوع بالظبط، فجالي زي اغماء كده ان ما كنتش باكل كويس وما بروحش الدروس وما بركزش في الاكل بتاعي كده، رحت كشفت عند الدكتور فحد عارف اكس ريز. انا مبسوطه ان في ناس ساينس هنا كتير، مين ساينس هنا؟ اي ساينس بقى، طب، علوم، زراعه، انا خريجه زراعه باي ذا واي وافتخر بالموضوع ده. مين؟ حلو. ايا كان في الاكس ريز لما بيكون في المعده قرحه او لا قدر الله كانسر بتظهر بشكل اسود كده. فالدكتور قال لي ده انت عندك كانسر، وكان معايا واحده صاحبتي ساعتها فكانت هي طبيبه برضه يعني كانت امتياز. فقال لي انت عندك كانسر لازم تقولي لاهلك ومش عارفه ايه، ده تاني دروب ان انا المفروض بتحدى نفسي بعد ما كل الناس قعدوا يقولوا خلوها تحول ادبي ليه تكمل، مش مهم الدراسه ومش مهم العلم مش مهم مش مهم مش مهم، حطيت كلامهم كل ده على جنب لان انا ما كنتش حطيته ما كنتش هبقى موجوده النهارده. فالفكره كلها ان انا دخلت وقلت هكمل وخبيت على اهلي تماما اللي الدكتور قاله، وكان خلاص بعد يومين امتحان العربي. وانتوا عارفين بقى يعني بعبع الثانويه العامه وان انا ضده تماما وبكرهه جدا جدا على مدار السنين يعني. جت بقى الناس شغالين بقى والفيزياء والطلاب الثانويه العامه يقعدوا تاني يوم مش عارفه ايه، قفلت التلفزيون قفلت كل حاجه، كنت عايشه في بيت لوحدي قدرت لان والدتي كانت في المستشفى هي ووالدي بس. وبعد كده دخلت الامتحان تاني يوم في العربي، عديت والدنيا حلوه جدا. دخلت بعدها ب3 ايام الانجليش الدنيا زي الفل وحلها كويس جدا جدا، وما كنتش مصدقه اصلا ان انا ممكن احل ولا الدنيا تبقى لطيفه كده وانا واحده لسه بادئه من 3 شهور بس مذاكره يعني. اكشولي كان شهر ونص، لان شهر ونص كان شرح وشهر ونص بتاعي ان انا بحفظ وراجع واحل الكلام ده. المهم جيت بعدها لقيت بقى ان خلاص بقى الماده اللي جايه الفيزياء على طول، اول ماده 50 درجه، وانا كان عندي اصلا بس يعني اكتشفت بعد كده انه كان عندي بس يعني كانت اول ماده وقعت فيها ال 50 درجه بتاعت الاحياء دي، فانا كنت منتظره بقى الماده ال 50 درجه وعماله اذاكر وايدي بترتعش ومش قادره. المهم رحت الامتحان الصبح بكل قوه ونشاط وحيويه وفطار رهيب وبتاع ودخلت الامتحان اغمى عليا. فبدل ما يجيبوا حد بقى يعني اول ما استلمت الورقه بتاعت الاجابه وافتكرت ورقه الاجابه بتاعت الاحياء بتاعتي وانا بشوفها من سنه فاغمى عليا. بدل بقى ما يفوقوني المفروض بيبقى فيه في كل مدرسه ثانوي يعني عربيه اسعاف قاعده بره وكده، لا ركنوني وسابوني على جنب والامتحان عدى والناس خلصت. وفوقت لقيت نفسي في المستشفى في قسم البطنه الساعه 3 العصر، ولقيت والدي ووالدتي واقفين كده يعني كانت اول مره والدتي اصلا تدخل المستشفى وتيجي. فانا قاعده مظلومه مش مصدقه ان انا عماله اقول لهم هو انا خلصت الامتحان، انا كنت فاكره ان انا في حلم مثلا او ان انا خلصت الامتحان وداخله المستشفى وهكذا يعني. المهم انا بكره البارت ده من حياتي جدا بس هو اكترهم يعني تاثيرا فيا. جيت بقى بعدها فوقت عرفت ان الامتحان راح وان انا كده خلاص اتاجلت الماده بالنسبه لي وان انا هضطر اقعد سنه ثانيه على الماده، لان هم اول ما انا اغمى عليا ما عملوش اثبات حاله فالماده مش هينفع تتاجل طبي، فخلاص بقى انا قدامي حاله منين؟ يقعد سنه يدخل الماده في شهر 8 بنص الدرجه، نص الدرجه وانا في قبل كل درجه انا محتاجاها فعلا، لان انا كنت حاطه هدف جوايا ان حتى لو ما لحقتش كليه عاليه وان درجاتي ان شاء الله هتيجي هدخل كليه علميه. وكنت بحب كليه العلوم جدا وما زلت وكنت علوم وحاولت هحكي لكم. المهم جه بعدها دخلت
وكملت وقلت لا خلاص انا لازم اخش المواد الباقيه بقى، والماده دي عدت وانا هدخلها ان شاء الله السنه الجايه وما عنديش مشكله اقعد سنه. وقعدت اصبر نفسي وكنت لوحدي، كانوا كل اصحابي باي ذا واي في نفس الرينج معايا بس ما كناش بناخد دروس مع بعض فما شفناش بعض. اكتر حاجه كسرتني ان انا كنت جايب 29.5 في العربي و50 و50 في المواد الباقيه وما انضمتش للصفوف المتفوقين اللي انا كنت فيها كلها. كل ده طلع كلام هكس، هقول لكم الحياه العمليه ايه علاقتها في الموضوع تاني. المهم دخلت المادتين اللي بعد كده اغمى عليا برده واتاجلوا، وطبعا انا مش فاهمه بيغمى عليا ليه وبيكشفوا مفيش اي حاجه، يعني هو بس بيحصل لي اغماء وقتها وان انا وشي بيحمر وبقعد انزل في مناخيري ومن وداني ومش فاهمين اي حاجه. مفيش اي حاجه فيزيكالي بتحصل جوايا يعني تمام، او مفيش مرض كامل واضح. المهم جيت بعدها دخلت السنه اللي بعدها وبرده ما اخدتش دروس غير في اخر لحظه، لان انا يعني خلاص انا مشروح لي المنهج مرتين المفروض. دي كانت اول سنه تاجيل تمام. تاني سنه بقى تاجيل وانا داخله اغمى عليا برده في نفس المواد بنفس الطريقه وكنت في نفس المستشفى مع نفس الدكتور، لدرجه ان انا مش قادره استوعب هل دي فعلا حياتي ولا ده سيناريو، ولا اصلا كنت خياليه قوي وانا صغيره، فكنت متخيل ده فيلم بقى وتصور وبتاع كنت خياليه. بس جيت بعدها لقيت نفسي في نفس المشكله. وقتها بقى انا عمري ما هنسى الدكتور اللي انا بحبه جدا اقترح على والدي ووالدتي ان ممكن تكون دي مشكله نفسيه، وانتوا عارفين بقى طبعا البعبع في الحياه الكلام ده انا بحكي لكم ده من 9 سنين. ان يعني ايه تروح لطبيب نفسي ومعضله ومش عارفه ايه، وكنت بنت مشهوره قوي في محافظتنا ان انا دايما مهتمه بالساينس وبالانشطه وبالسفر ومن رايح ومن جاي، والناس كلها بقى نسيت اسراء اصلا السنتين دول. فالفكره بقى ان انا قلت لا انا هقوم واروح لسايكاتريك، ورحت عشت سنتين في اسكندريه. السنتين دول كانوا اكتر سنتين في حياتي كلها انا عملت فيهم عدد ساعات تطوعيه وعمل تطوعي من ورا اهلي، لان انا والدي كان حابسني وكان شايف ان انا كده قصرت وان انا كده ما يعني ما عملتش اي حاجه صح في حياتي تمام. جه بعدها قعدت السنتين دول، والسنه دي الوحيده اللي جات لي كنت انا خريجه برنامج اسمه انجلش اكسس مايكرو سكولرشيب بروجرام. البرنامج ده اكبر حاجه ليا الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى ودكتور احمد زويل ومدينه زويل في حياتي، لان هو انا كنت طالعه الاولى على اكسس مصر، ففي اكسس في كل الدول الثانيه، فكان في الصدفه في الوقت ده بعتولي على البيت ايميل ان انا يعني طالعه او الاولى على اكسس مصر، وكانت دي اول سنه. وبابا طبعا لو قلت له ايه كده عمره ما كان هيطلعني، بس بقى ان احنا في الصعيد وعندنا ما فيش حوار سفر البنت ده، وانا كانوا بيبص لي بصه اللي هو يعني راجع من مكان كده يعني اللي هو انا راجعه بالليل الساعه 12 وبحضر مؤتمرات فمالهاش علاقه خالص. جيت بعدها سافرت برده من ورا ما والدي يوافق و و و وعمامي، كنت لازم عشان اسافر اخلي العيله كلها تتطوع انها تروح البنت تقنع بابا. وسافرت ورجعت وسافرت وذاكرت وانا بسافر، وكنت بتواصل مع السايكاتريك بتاعي على التليفون، وكنا ننزل نتمشى على الكورنيش الصبح عشان كده اكتر محافظه بحبها في حياتي اسكندريه بعد ما نسويف والمنوفيه. فالفكره كلها في ان انا بعد ما رحت يعني وكان خلاص بقى اصحابي في الوقت ده كانوا دخلوا كليات وكانوا سنه ثانيه كليه، وكنت وانا معديه ورايحه وجايه شايفاهم طلبه جامعيين كده والدنيا جميله، الحاجات دي كانت بتكسرني وبتقتلني من جوايا. بس حطيت في بالي ان انا خلاص كفايه وقع لحد كده، انا الحمد لله حافظه 28 جزء من القران وليا شيخ مربي فمتربيه تربيه دينيه بطريقه معينه. بس خلال الفتره دي انتحرت مرتين من كتر ما انا كنت فاقده الامل، وكنت بنتحر يوم عيد ميلادي، لان انا يوم عيد ميلادي ده كنت كل سنه بكتب بوست اللي بيتابعني على الفيسبوك هيعرف انا عملت ايه السنه اللي فاتت وهعمل ايه السنه اللي جايه. قعدت سنتين كاملين اوف ما بكتبش البوست ده خالص، وما عنديش فيسبوك، ما عنديش اي وسائل اتصال او اللي احنا الادفانسد الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. فكنت انا وحدي مع الزمن، كنت بعرف بقى الايفنتات اللي زي كده منين؟ بروح الكليات وادخل جوه الكليه واقول لهم ان انا لسه حد جوه عشان انا كنت لسه في ثانويه عامه ماليش كارتين، واشوف اليوفت اللي متعلقه واصورها واروح احضر في القاهره، واقول لبابا مثلا انا هبات اليوم ده عند اختي او كانت عيلتي كلها عارفه، بس هو كان موبايل صعب شويه. المهم جه بعدها دخلت، واول يوم بقى يعني هتقابل تاني ماده ب 50 درجه وهموت مش قادره اصدق ان انا خلاص بقى يعني لو ما عدتش كنت اتحولت، انا اصلا كنت اتحولت حاجه اسمها منازل، عمري ما تخيلت ان انا اتحول لحاجه دي ابدا، يعني ما كنتش بروح مدرسه. تاني حاجه ان انا لو كنت ما دخلت الامتحان لو ما عدتش كنت خلاص على كده اوت، يعني هعيد ثانويه عامه كلها من اول وجديد وهيبقى ليا كليات خاصه والكلام ده. فتخيلوا كم الاستريس بقى، وانا رايحه بقى 8 الصبح شفت اصحابي رايحين الكليه، كليه الطب كانت جنب مدرستي بالظبط، فلو كنت هموت بقى. دخلت وفصلت نفسي عن العالم، وكنا اخر دفعه باقيه من دفعه الثوره، لان يعني كان نظام الثانويه العامه جديد جه، فاحنا كنا 20 بس اللي بنمتحن في المدرسه ده. وبعد ما دخلت وجيت امتحن لسه هحس بالاغماء، كان بابايا بقى جايب لي جوه كرتونه عصير كامل، قال لهم اوعوا اول ما طلعوا عليها راحت يمين ولا شمال شربوا العصير ده كله. لقيت فجاه كل يعني المراقبين مش المعيدين
جايين عليا كده العصير العصير. قلت لهم يا جماعه كويسه جدا وخدت العصير ووقفت وحليت وخلصت الامتحان قبلها بساعه. انا اصلا حاسه ان انا من كتر الصدمه او من كتر ما انا نسيت اصلا نظام امتحانات الثانويه العامه كان بيبقى عامل ازاي ان انا ناسيه سؤال ولا ناسيه حاجه، كنت هموت فعلا حاسه ان في حاجه غلط. بس الامتحان كان كويس يعني الحمد لله، كانوا عايزين يخلصوا منه تقريبا فجت في حظي يعني. بس فربنا بيعوض بياخد مننا وبيدينا جدا جدا. هنتكلم في البارت الثالثه عن الموضوع ده لحد بقى دخلت الفيزياء، بعد كده دخلت الكيمياء، بعد كده دخلت علم النفس وطلعت. انا قلت اخري هجيب فيهم 20 30 40 رضا، وكده كده بابايا كان قايل لي لو عايز تدخلي جامعه خاصه، وانا مع احترامي الكامل للجامعات الخاصه ولا انا بشتغل فيها دلوقتي وقبل كده، بس الفكره كلها ان انا بشوف ان اي